جديده من شبكه صناره جزيره الذهب. هنعمل النهارده اكله مكسيكي انشيلاداس جمبري، وهنعمل معاها سلطه جمبري بالليمون والثوم. نشوف الطريقه والمكونات، يلا بينا. انشيلاداس جمبري، نقول المكونات: جمبري، موتزاريلا، كريمه لباني، شيدر، شطه، كمون، ثوم، طماطم، فلفل حار، وبصل. هنحتاج في الطبخه دي البوتاجاز، وهنحتاج الفرن. الفرن علشان نعمل ايه؟ الفرن علشان هنسيح الجبنه في الفرن بس، مش اكتر كده. وطبعا عيش التورتيا اللي هو بيبقى بيتجاب جاهز، لان مش بسهوله قوي نقدر نعمله في البيت. نحط بقى كده طاسه على النار. لازم نسوي الجمبري الاول علشان كل اللي هيتعمل في الفرن ان الجبنه هتسيح مش اكتر. هناخد نص البصله دي هنسوي بيها الجمبري مع الثوم، وهناخد النص الثاني هيتحط ني. هي بيبقى فيها بصل مستوي وبصل ني. نبتدي كده نشيل الحتت الزياده دي للني برصه الانشيلاده، ودي هنساوي بيها الجمبري. اللي هنساوي بيها مش لازم تبقى متقطعه صغير قوي، لكن اللي هتتحط على الجمبري لازم تبقى صغيره علشان نقدر نفردها بسهوله. هناخد فصين ثوم، ده متنضف كويس. عاده الاكلات اللي بتبقى من ناحيه المكسيك وناحيه الفار ايست ما بيستعملوش زيت زيتون، يستعملوا زيت نباتي او عباد شمس. فهنعمل زي ما الاصول بتقول، الاصول بتاعتهم يعني. هنستعمل بقى طاستين، او ممكن لو الطاسه بتشيل الايد بتاعتها حديد ممكن تخش الفرن يبقى تمام. انا هغطي بس التورتيه علشان ما تنشفش، ودي هي اللي هنرص فيها التورتيه وهندخلها الفرن. فاضل ايه تاني؟ فاضل الطماطم. نجهز كل حاجه كده. برضو الطماطم هتبقى جزء منها للتسوية، وجزء منها هيتقطع حلقات ويترص بين الاثنين طبقة بتاعت التورتية دي اللي هنسوي بيها. والتانية وقت لما هنوصل للرص بتاع الانشيلادا هنحطها سخن. بصل لذيذة قوي دي بقى، لو مثلا ماتش، لو فيلم ولا حاجة، نعمل منها كمية وتترص كده في طبق وتحط ايه، تقطع مثلثات وايه، تبقى لذيذة قوي واحنا قاعدين بنتسلى. طيب نشيل ده ونشيل ده. معلقة خشب. انا حطيت شوية ملح عشان بس يسرعوا الامور شوية. لا لسه دي. قرب الجمبري. طيب على ما البصل يبتدي يستوي نجهز البصل الرفيع اللي هيتحط على الساندوتشز نفسها، يعني على قد ما نقدر رفيع بس مش مبشور، يعني ما تستسهلوش ونقوله نبشر البصل، لان لو اتبشر البصل هيطلع ميه كتير قوي وهيخلي العيش التورتيه نفسه يبقى سوجي. سوجي يعني يبقى هيعجن ومش هيبقى مقرمش. احنا عايزينه مقرمش وعليه جبنه سايحه. ادي البصل اللي هيترش عليها. تمام. ثوم. جمبري. نقدر نخلي دي هنا كده. المفروض ان هي حراقه، ف زي ما حضراتكم تحبوا بقى، احنا هنخليها حراقه شويه. يعني نحط شطه باودر او بودره، وهنحط ممكن نستعمل كزبره وممكن نستعمل كمون، اللي احنا بنحب الطعم بتاعه اكتر نقدر نستعمله. دول عشان هنرص بيهم. نبتدي بقى نقلب الجمبري. يعني الجمبري مش هنبقى ملتزمين بحجم معين، كل ما يبقى صغير كل ما يبقى افضل، بس مش صغير قوي. يعني المقاس ده كويس ليه؟ علشان لما نحط الطبقتين فوق بعض يبقى متساوي، ما يبقاش بقى
ديل كبير وحته كبيره وحته صغيره، يبقى كله متساوي، فلما نقطعها تبقى كلها شبه بعضها. يستوي بس كده شويه الجمبري، وبعدين الطماطم، حط ملح تاني. فاضل عندنا ايه كده؟ هناخد معلقتين كده من الكريمه اللباني علشان تبقى يعني تبقى صوصي، تبقى فيها صوص كتير. حلو قوي كده، دول خلاص فاضل دول. نجهز بقى ايه طماطم السلايسز، يعني على قد ما نقدر نخليهم رفيعين علشان نقدر نرصها. اقول لحضراتكم هي شبه البيتزا كده شويه، بس عليها طبقه ثانيه وعليها جبنه سايحه. في شويه باستا مسلوقين وتحطوا هنا دلوقتي، يبقى عندنا باستا بالجمبري. يعني دايما نجدد ونشغل الجزء بتاع الابتكار. حلو قوي كده، خلاص ده نبتدي نرص. اول واحده دي نشفت شويه فهنعديها، وهناخد الثانيه اللي تحتيها. الاول قبل ما انسى، علشان احنا قلنا هنستعمل زيت نباتي، علشان يبقى برضو التحتانيه الطبقه التحتانيه تبقى مرمشه، هنديها شويه زيت بس مش كتير، يعني اقل من معلقه، ولو نقدر نفردها كده بالفرشه ده كده كتير. فهعمل ايه بقى؟ منديل وهخفه شوية علشان ما يحمرش العيش، عايز العيش يقرمش ما يحمرش، أو التورتية يعني. على فكرة ممكن برضو قوي تتعمل في الطاسة عادي خالص، بس هنحتاج نغطيها علشان لما نحط الجبنة غطى الطاسة هيخليها تسيح. كده احنا محتاجين نحط الجمبري، يعني عندنا طريقتين، طريقة الفرن وطريقة البوتاجاز. هالوبينو طبعا الكمية اللي تحبوها. هنحط جبنة جوه، ما تنساش موضوع الجبنة جوه علشان برضو ايه يبقى العملية في اللذيذ قوي. شوية موتزاريلا، البصل المفروم، سهلة ولذيذة، الأولاد الصغيرين يحبوها قوي كمان. بس طبعا لو الأولاد صغيرين نشيل الهالوبينو ده خالص ونشيل الشطة الحمرا اللي اتحطت، والطماطم. لو الطماطم دي ما كفتش، وده غالبا اللي هيحصل، أنا لسه عندي واحدة تانية هنا نكمل. كده كفايه. انا بقطع الطماطم رفيع قوي ليه؟ علشان برضو الطماطم لما هتدخل الفرن هتبتدي ينزل منها ميه، فميه الطماطم كلها نزلت هنا علشان ما تخليهاش تعجن. انا بس عايز اقربها لحضراتكم تشوفوها. نعمل كده، كده واضحة. هنسيب الناشفة دي وهناخد التحتانية خالص، هنغطي عليها. على فكرة لو مش عايزين يبقى العيش كتير ممكن نخليها كده زي ما هي،
مش هيحصل حاجه خالص، هنزود بس جبنه كتير فوق وخلاص، هتبقى شبه البيتزا اكتر. بس هي الناتشوز بتبقى طبقتين، تعمل لها بقى ساور كريم او تعمل لها اي حاجه تبقى ديبنج او تبقى غموس ليها. وبقيه الجبنه كل ما نزود في الجبنه وهي طالعه من الفرن هتلاقوها بتشد كده خطيره. اخر حبه بس نخلي بالنا يعني لو على قد ما نقدر علشان ما نعملش الجبنه ما تقعش على الطاسه او الصينيه نفسها، هتعمل ريحه في البيت لانها تتحرق على ما دي هتسيح ودي لازقه في الطاسه نفسها او في الصينيه نفسها هتبتدي تتحرق، فهتعمل ريحه في البيت. ده خلاص ممكن نستغنى عنه. طبعا دي هتاخد شويه وقت في الفرن على ما تخلص. انا عامل واحده ثانيه جاهزه، دخل دي الفرن. احنا مش عايزين حاجه تحصل غير ان العيش يقرمش والجبنه اللي فوق تسيح، وفي الاخر المفروض يبقى شكلها كده. طبعا يعني كانت جبنه سايحه بس خلاص مع الوقت. يبقى اول طبق عملته النهارده كان انشيلادز جمبري. هنطلع فاصل ونعمل طبق سلطه، خليكم معايا لبعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، عملت انشيلادز جمبري اول جزء من الحلقه. تاني جزء هعمل سلطه الجمبري بالثوم والليمون. نقول على المكونات: جمبري مسلوق، افوكادو، زبادي، نعناع، ثوم، ليمون، كزبره فريش، وخيار. سهله قوي، مفيش اي حاجه خالص غير ان احنا نجمع كل المكونات مع بعض. بوله كبيره، الجمبري ده مسلوق، نبتدي كده بالجمبري وعليه معلقتين ليمون. هخلي شويه كده من الليمون جنبي عشان لو حبيت ازود ابقى براحتي. هناخد الزبادي، حاول ناخد الزبادي من غير الميه، الشوكه بتساعد قوي. طلعها كده، وبعدين نعناع، تقطيعه كده سريعه، وايه نفرق بقى النعناع كده فرمه كويسه. كل حاجه في نفس البوله، كزبره فريش، حتى بالعيدان بتاعتها بتبقى كرانشي كده ولذيذه. بسرعه كل اللي موجود. خلي بالنا واحنا بنقطع الخضره مش لازم نهريها جامد واحنا بنقطعها علشان ما تفقدش اللي جواها، الفايده اللي فيها لما بيطلع اللون على الكاتنج بورد اللي على لوحه التقطيع، بمعنى كده ان احنا فقدنا جزء من الفايده اللي فيها. خيار توب اند تيل، يعني نشيل الناحيه دي والناحيه دي كده. عايزين نشيل منه البذر، معلقه كبيره او معلقه صغيره الموجود. وهنشيل على فكره مش اساسي نشيل البذر، بس انا بقول عشان البذر اللي بيبقى جوه الخيار، جوه الكوسه، جوه ال قرع العسل، الحاجات دي ساعات بيضايق بس في البطن. لكن لو ما فيش مشكله خالص زي ما هو يتقطع كده. واحده واحده عشان لو عملنا جامد قوي هتلاقوا البذر ده ينط في كل حته في المطبخ وهيبهدل الدنيا. تمام، مهم برضو قوي ان احنا لما نبقى بنشتغل على او بنطبخ يعني على لوح التقطيع ده يبقى ايه، نحاول دايما نخليه يبقى ناشف عشان ما فيش حاجه تجري، السكينه تفلت، تبقى الامور دايما يعني نبقى متحكمين في الامور كده. كويس، الحته اللي داخلين فيها بذره. انا استنيت ليه على الافوكادو في اخر حاجه علشان ما يسودش، وسبت برضو حبه الليمون دول علشان لو احتجت ان انا احط عليه شويه من الليمون عشان ما يبقاش لونه غامق يبقى برضو
نبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. تمام، فصين توم دول بقى اللي هنهرسهم شويه كويسين بالملح. ايه ممكن ما دام هنهرسهم نعمل كده، نهرسهم بالملح او او بايد الهون المتاح. ملح كويسين كده، ملح بيعمل زي عملية صنفرة. نهرس كده جامد وبعدين نلمهم تاني لحد لما يتفرم. لو بنسوي او لو هنسوي التوم ده في زيت او في سمنة او في زبدة او ايا كان، مش لازم نهرسه كده علشان هو هيستوي وهيدوب لوحده، لكن ده هيبقى هيجي في البق وهو كده هيبقى طعمه قوي شوية كده. بقى معجون تقريبا، هنحس بطعمه بس لكن مش هيبقى طعمه زيادة. توم خلاص، الافوكادو سكينة صغيرة، مستوية وكويسة جدا. فين فين بالطول كده، خلي بالنا بس من ايدينا علشان السكينة ما تعديش من القشرة بتاعت الافوكادو وايه تعور الايد. طبعا لو مش مستويه كويس الافوكادو مش هتطلع، هتغلبكوا وهتغلبني وهتبقى يعني ايه مش لذيذه. اقول لحضراتكم برده على حاجه حلوه قوي دلوقتي، بشويه الليمون اللي انا سبتهم في البوله دي عشان نبقى ضامنين، لان ممكن واحنا بنخلط الخصلات على بعضها ما يوصلهاش الليمون قوي، فهنحط عليها شويه ليمون كده نقطه وبقيتهم هنا كده. يبقى احنا ضامنين ان هتفضل الافوكادو هيفضل دايما لونه الاخضر الزرقي الفاتح الحلو ده. معلقه مستويه وكويسه فمش هتعكسني انها تطلع من القشره. تمام، بالذات الافوكادو عشان غالي فمش عايزين ان احنا نخسر منه حاجه. دي انا نسيت اعملها بالعرض. بلاش تعملوها بالسكينه الكبيره دي عشان السكينه الكبيره دي ممكن تفلت، خلينا دايما السكينه الصغيره تبقى ايه يعني في كنترول عليها اكتر. اخر حته تمام، مش عايز اسيب ولا حته في القشره بصراحه. اغسل ايدي، زيت ملح شوية فلفل اسود، يبقى معلقة تقليبة سريعة. بس كده حاجة دايت جميلة قوي. طبق ادي كده سلطة جمبري بالليمون والثوم. يبقى كده اخر طبق او الطبق التاني في الحلقة، جمبري بالثوم والافوكادو والليمون. وعملنا اول طبق كان انشيلادز جمبري. الف هنا وشيفا، واشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.